ايطاليا راح على فين على ايطاليا؟ ايطاليا فرقة جامدة، ايطاليا مع النمسا ايطاليا فرقة جامدة، فرقة منظمة جدا، مانشيني مدرب كبير يعني، وعندهم لعيبة كويسة يعني، زي ما قلنا قبل بداية البطولة ان هو قوتهم في المجموعة يعني. عندهم سبيريت عالية جدا يعني، روح عالية جدا، كل الكرات المشتركة والكرة التانية بتاعتهم، فريق يعني فريق كرة كويس، وفي نفس الوقت فيزيكلي أقوية، وده مش سهل ان انت تلاقيه في فرقة بسهولة. وبعدين تكتك منظمين بشكل كبير جدا، بيدافعوا طبعا طبيعي ان بيدافعوا كويس جدا. انا بقول ان ايطاليا ممكن تروح بعيد في البطولة يعني. والارقامها كويسة جدا في الماتش ده قوي جدا بصراحة. زعلت على كريستيانو رونالدو، انا بحب كريستيانو رونالدو لان مقاتل يعني، كان نفسي ان هو يكمل اكتر من كده. فرقة كويسة ومنظمين جدا، ومعهم مدرب بقاله 4 سنين معاهم او اكتر كمان، صح؟ سانتوس بقاله اكتر، مدرب البرتغال ده سانتوس بقاله كتير قوي كتير، توت اوروبا اللي فاتت كسبها معاهم معاهم اكتر من 4 سنين فرقه كويسه. خساره يعني، بس بلجيكا كره جول يعني حلو، وبلجيكا يعني فرقه كويسه برضه، بس بلجيكا ما ادتش الاداء بصراحه اللي انا كنت متوقعه يعني، على قد اللعيبه، ويقول لك فرقه قويه، ولوكاكو وميرتنز وهازارد ودي بروين وكاراسكو، اسامي كتير قوي، بس في الملعب انا شفت بتغل احسن بكتير يعني. اسبانيا وكرواتيا